آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل، ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل، ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. بالعزم هيا نمضي سويا، نسمو ونرقى فوق الثريا. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل. نمضي على سنن الهدى وعن المبادئ لا نميل، بالعزم نجتاز المدى ونسابق الدرب الطويل. افرض وجودك في الحياة وكن كما وقع المطر، وانثر حروفك في السماء نورا كما ضوء القمر. بالعزم هيا نمضي سويا، نسمو ونرقى فوق الثريا. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل. Pulang ke Raudhah ya. Selamat jalan. رسول الله ضاق القلب ذرعا، وطال الشوق حنينا وطوعا، وفاض الوجد بالسهد ينادي سلاما يا رسول الله داوما. رسول الله ضاق القلب ذرعا، وطال الشوق حنينا وطوعا، وفاض الوجد بالسهد ينادي سلاما يا رسول الله داوما. يا رسول الله حنينا يخفى عليك، يا نبي الله عيني تشتاق إليك، يا حبيب الله يروي ظمئي بيديك. يا رسول تشتاق إليك، يا حبيب الله اروي ظمئي بيديك. Allah berkat, alhamdulillah kami ini jamaah mafiroh. Alhamdulillah hari ini kita sholat di Masjid Kuba. أحن إليك ما دامت حياتي غراما صار في أعماق ذاتي، وحبا مولعا بك يا حبيبي، بكل سلام مني أو صلاتي. Ini jamaah mafiroh sedang berbelanja di kebun kurma di Kuba ya. Di dalam kebun kurma namanya Kuba Sol, ini kita lihat ya.
أعماق ذاتي وحبا مولعا بك يا حبيبي بكل سلام مني أو صلاتي يا رسول الله حالي لا يخفى عليك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama jagat sama wangi ya. Alhamdulillah ini kita lagi di Uhud ya. Alhamdulillah hari ini kita melihat ini Gunung Uhud ya. Indah sekali ada burung-burung ya. كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سوى كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سوى بالتحدي لا سوى حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء ليس كل الناس أهل للعلاء كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سوى كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سوى بالتحدي لا سوى ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه وادع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه وادع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه كن بهذا العصر من أعلامه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سوى كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سوى بالتحدي لا سوى إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد يمتطي العز بعزم من حديد كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سوى كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سوى رحمهم يا مولاي يا الله أعظم يا مولاي يا أعظم يا الله ظهر الدين مؤيا بظهور
الله يا الله نبي احمد ظهر الدين مؤيدا نبي احمد يا هنانا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا الله بركاته يا الله في كلامي dengan taatat kepadamu jadikan kami alhamdulillah puji syukur kita panjatkan di pagi hari ini kita selesai pada tawaf wadah. Alhamdulillah apa yang kita inginkan tercapai. Hari ini mungkin sejarah buat kami karena kami bisa dengan tuntunan Pak Ustadz kita bisa mencapai atau mencium Ka'bah. Nah ini momen ini buat kami adalah luar biasa. Ya mudah-mudahan kami berakin, kami adalah haji yang makbrul, umroh yang makbrul. Terima kasih kepada Mafiroh telah menuntun kami bisa hadir-hadir ini di sini. Insya Allah di tahun 2024 kita akan kemudian dipanggil lagi dan niat lagi untuk ke Masjidil Haram ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun yang kami harapkan selama perjalanan umroh ini, Pak Firah adalah yang terbaik, ustadznya baik. Apa yang kami harapkan sudah tercapai. Mudah-mudahan Pak Firah tetap maju dan istiqomah dalam menjalankan menjalankan bisnisnya. Amin. Pak Ustadz keren. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Ustadz Gul dan Pak Ustadz yang lain. Alhamdulillah kami bisa sampai ke Tanah Suci dengan selamat dan nyaman. Pokoknya yang terbaik buat Makmira. Semoga nanti kami satu keluarga bisa umroh lagi sama kita. Amin. Kasih. Alhamdulillah kami mengikuti travel Makmira ini. Mudah-mudahan umroh kami mabrur. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kami di akhirat nantinya. Insyaallah mudah-mudahan Makmira lebih baik, lebih jaya dan pelayanan luar biasa kepada kami semua jamaahnya sehingga patut berikan jempol dan kami semua jamaah mengucapkan terima kasih kepada Travel Makfira yang telah memberikan pelayanan yang terbaik buat kami. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya Allah semoga tahun 2025 kami juga sudah mendaftar haji. Daftar haji di Mafira. Ya. Insya Allah mudah-mudahan 2025 tidak ada halangan kami dapat menunaikan ibadah haji. Terima kasih pelayanannya is the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Allahu Akbar. Luar biasa mulai dari kedatangan sampai tawaf wada ini kami dibimbing dan merasa sangat puas untuk beribadah gitu ya, baik dari Madinah maupun di Mekah. Saja terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah sejak tahun 2004 keluarga kami selalu menggunakan jasa dari Mafiro dan yang paling dirasakan adalah bimbingan dan arahannya selama menjalankan ibadah itu sesuai sunnah dan sangat bermanfaat buat kami sehingga dapat beribadah dengan nyaman. Insya Allah akan kembali lagi bersama Mafiro. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Makfirah semakin sukses dalam menjalankan kegiatan umroh maupun haji nanti. Kami merasakan mulai dari awal sampai dengan saat ini sangat puas dengan pelayanan, bimbingan dan segala fasilitas yang ada. Semoga ini akan memajukan terus Makfirah dan kami merasa ingin juga kembali ke Mekah sama dengan Makfirah lagi. Amin. Alhamdulillah sangat berkesan, puas sekali
segala proses umroh kita benar-benar terstruktur dan berjalan dengan sukses. Semua yang diinginkan tercakup dalamnya, Pak. Semua yang diinginkan tercakup.